بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. إن شاء الله يصلنا ربي الطريق إلى فهم قيمة اللغة العربية بالنسبة للإنسانية إذا كان أرادت أن تكون من الفائزين برضا الله وبتجنب الدخول إلى جهنم وبئس المصير. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لغة القرآن بأنها عربية مبينة، وكان يعني حسب ما أعلم موطنان ما نرى فيه هذه الحقيقة، نرى فيهما هذه الحقيقة، هي سورة الشعراء وسورة الزمر. بالنسبة للشعراء، سورة الشعراء بعد ما ربي فصل بعض ما اختصر بقصة شعيب عليه السلام وقومه، فلا تطرق إلى هذه الصيغة للقرآن. يقول ربي سبحانه وتعالى: وإن ربك، وإن بذلك لآية، يعني قصة شعيب وقوم شعيب عليه السلام، إن بذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذه طبيعة في البشر، وقحين والعياذ بالله. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تركيز على الرحمة والعزة ولله العزة. وإنه لتنزيل رب العالمين، يأكد للقرآن لا ينبغي لأحد أن يدخل في بنيانه ولو بحرف أو بحركة، بحرف. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. يا سلام، يا